الخبر الأهم في أوروبا دلوقتي هو إقالة فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة. من فترة طويلة والناس إدارة برشلونة عارفة ردود الأفعال. برشلونة من الأندية زيه زي ريال مدريد، جمهوره في كل العالم، في الكوكب كله يعني، دايما أي بلد في العالم الناس بتشجع كرة فيها مقسومين يا ده يا ده، وهم عارفين كويس أنه ردود الأفعال على فالفيردي مش قوية. الناس كلها دايما بتقول أنه فالفيردي بيقعد برا على الدكة زيه زي الناس اللي بتتفرج في بيوتها، ما بيعملش حاجة، ما بيتدخلش، صح، تغييراته مش مؤثرة. الفكرة كلها في الاعتماد على قوة ميسي واللعيبة اللي معاه. لكن الهزيمة من أتلتيكو مدريد في السوبر الأسباني اللي بيقام في السعودية حاليا خلاص يعني حسمت الأمور، وبارتوميو قرر أنه لا خلاص كده، شكرا، احنا كده ادينا لك فرصة واثنين وثلاثة. طبعا الراجل واخد اثنين دوري، واخد كاس الملك، واخد سوبر، يعني عمل حاجات. لكن طبعا كمان هو شهير ب اتنين كومباكس هيفضلوا في تاريخ برشلونة. انا راجل كتالوني جدا، ومن الحاجات اللي ضايقتني في الفترات الاخيرة اتنين كومباكس مرعبين، يعني قدام روما طبعا بتاعت مانولاس، وقدام ليفربول بتاعت اوريجي. الراجل يعني دايما مثير للجدل، ان مريدي او محبي قليلين جدا من جمهور برشلونة، وناس دايما بتتكلم على انه امكانياته اقل من فريق بحجم برشلونه بينافس على الدوري وعلى كل البطولات الاسبانيه يعني، وكمان بينافس على دوري ابطال اوروبا، ودايما واحد من المرشحين، وبالذات في حقبه ميسي، واحد من اساطير الكوره. وطبيعي ان انت وانت عندك في فريقك واحد عامل زي ده لازم تبقى انت مرشح من ضمن المرشحين للبطوله. فقرروا ان هم يجتمعوا بيه وخلاص، يعني اجراءات الاقاله في الطريق. وكان في كلام الاول على رونالد كومن، نجم من نجوم هولندا، واحد من اساطير هولندا، ومثل برشلونة، وحاليا هو المدير الفني المنتخب بهولندا، رفض في وسط المفاوضات. كان بيتكلم مع بيدال وقال له انه يعني مركز على اليورو اكتر مع منتخب هولندا، وانه بيجهز فريق قوي. هولندا ابتدت يعني الامور تتحسن عندهم، مواهب طبعا ظهرت في السنة سنتين اللي فاتوا، وابتدوا يرجعوا تاني بقوة. كانوا في نهائي دوري الامم الاوروبية قدام البرتغال وخسروه، فعندهم يعني ابتدى يبقى فيه لعيبة كتير تقيلة من اللي بتصنف دلوقتي بانها لعيبة A كلاس في العالم هولنديين. فكومن رفضها بمنتهى الشياكة، وقال انه مركز اكتر في اليورو مع منتخب هولندا، وقال ان عنده عقد مع الاتحاد الهولندي في بند بيتيح له الرحيل عن المنتخب الهولندي بعد كاس الامم الاوروبية، وبالتالي وقتها من الممكن جدا انه يقبل اي عرض من العروض اللي اكيد هتقدم له، في حال كمان انه قدم بطولة قوية في بطولة كاس الامم الاوروبية. ده اول اسم، او كان هو مع تشافي هرنانديز، طبعا قائد وقائد التاريخي، واحد لعب اكتر من 750 لقاء مع نادي تاريخي، نجم اسطوري عظيم، بيدرب دلوقتي السد القطري. فبرضو سافر له ابيدال علشان يعني يتكلم معاه في القصة. فالراجل برضو رفض، لكن رفض لاسباب مختلفة. الاسباب انه اول حاجه هو مش حابب انه ينضم للجهاز الفني او يكون على راس الجهاز الفني لبرشلونه في نص السيزون. قال لك انا عايز ابتدي السيزون الجديد بمشروعي، انا اللي دعم، وانا اللي اختار، وانا اللي اقول مين يكمل ومين اللي يمشي. لكن دلوقتي انا جاي في نص السيزون، هيبقى الامور صعبه بالنسبه لي. تاني حاجه، وقال لك انا كده كده هبقى مدير فني لنادي برشلونه في يوم من الايام، فدلوقتي مش مناسب. ليه مش مناسب؟ هو بالنسبه له واخد وعد انه ممكن يبقى كمان مدرب منتخب قطر في كاس العالم، يعني بعد السد القطري ممكن يبقى مدرب منتخب قطر في كاس العالم. وهم يعني احتضنوه وعملوا له عملوه مدرب، هو ما اصلا ما كانش مدرب، هو راح اعتزل هناك ومره واحده بقى مدرب، ابتدت تمشي معاه. يعني طبعا مش عامل ارقام مرعبه، لكن بيقال بانه يعني مع الوقت هيبقى مدرب اكبر من كده. انا مش شايف ان هو مدرب مرعب يعني، عشان برضو انا كلاعب ما بشوفش حد جه زي تشافي، لكن قصدي ان هو كمدرب يعني لسه شويه. الحاجه الثالثه ان هو الانتخابات بتاعه برشلونه اللي جايه، في واحد نازل قدام بارتوميو اسمه فونت، وفيكتور فونت ده يعني علاقته كويسه بتشافي، وتشافي مديله وعد بانه هيكون معاه مدير فني للفريق لما يكسب هو الانتخابات. الله اعلم ده هيحصل ولا لا، بس يعني هو شايف انه مش دلوقتي ومش العمل مع بارتوميو هو المناسب. فتشافي كمان خرج بره القصه، فبقت في اسامي تانية. دخل بقى بوتشيتينو، ارجنتيني ومدير فني قدير، ومسك توتنهام، عمل معاهم طفره كبيره،
وكان دايما توتنهام موجود في الكبار في المربع الذهبي يعني، ودايما موجود في الشامبيونز ليج، وصل نهائي الشامبيونز ليج، عمل فتره كويسه جدا. لكن هو قبل كده صرح وقال انا في ناديين عمري ما هدربهم، لا برشلونه في اسبانيا لاني بنتمي لاسبانيول طبعا الغريم اللدود في مقاطعه كاتالونيا، والحاجه الثانيه عمري ما هدرب ارسنال لانه برضو الغريم اللدود لتوتنهام في لندن، وبالتالي هيبقى صعب ان انا ادرب لا ده ولا ده. فالقصه انتهت، لكن هم كانوا يعني ميالين شويه لانه اسم دلوقتي وقاعد في البيت والمفاوضات هتكون سهله معاه. وبعدين بيقال بانه خلاص كيكي ستيان ده المدير الفني الاسباني، واحد من المدربين الفنيين اللي يعني ظهروا بشكل جيد في الدوري الاسباني، وبيقال بانه وكيله موجود في النادي في النهارده يعني، الله اعلم دلوقتي ولا مشي ولا راح ولا ايه، المهم ان هو يعني في اسبانيا قاعد في النادي مع الناس، و غالبا خلاص هيكون هو المدير الفني لبرشلونه في الساعات القليله القادمه. هم عايزين مدير فني دلوقتي علشان طبعا الموسم كمان عندهم موسم صعب جدا، ما قدامهمش غير طبعا البطولات المحليه يعني السوبر خسروه، دوري الابطال اكيد القصه ما هياش سهله خالص، لكن لانه في فرق كتيره جدا قويه السنه دي، وفي نفس الوقت عندهم مشاكل في الفرقه، حتى سواريز خلاص الموسم انتهى 4 شهور غياب، وبالتالي قصه صعبه جدا بالنسبه لهم. لكن في كل الاحوال غالبا كيكي هيكون هو المدير الفني الجديد لبرشلونه في خلال الساعات اللي جايه، هنعرف لو في بقى اعلان رسمي النهارده او بكره، لو وصلوا لاتفاق خلينا نستنى ونشوف.